شكت روحي ويا ما ندهى القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا الذهب والغاء الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرّاس بالذهب والغاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا نقول الله لا لا ولا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة بابك غالي في غلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي في غلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما ندهى القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لك قلبي حاسسني بده يصير شيء وحد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حج بخيل عينك خلي لي هذا معك وفي غراضي فوق أماني ما بتعرف شو بصير إن شاء الله يضلوا عندك ليوم الدين الله يخليك إن شاء الله خير يا رب العالمين زينو أفندي يا جاي شغالين زينو أفندي إيه أبو شاكر
أهلين أبو شاكر. أهلين سهلين زينو أفندي. شلونك عمي؟ والله الحمد لله، من الله منيع، من عباده لا والشد إيدك زينو، الله يرضى عليك وخلي لي إياك. ممكن توطي صوت الراديو أو تطفيه؟ والله انصرعنا ما نعرف نشتغل. يا أبو شاكر يا روحي، في حدا بيصح له يسمع صوت نغم وبيقول لا؟ ايه انا بقول لا، لانه اول شيء انا بخاف من الله اسمع غني، لانه بيقولوا اللي بيسمع غني يوم الايام بينسكب بيدان رصاص وبيروح على الجحيم. بدك يعني ينسكب رصاص بيدان يروح على الجحيم؟ يا زين الله يخلي لي اياه. ها ابو شاكر، هي القهوه باب رزق، بعدين انا ما بدي وطي صوت الراديو، ولك عندي شيء؟ يا حبيبي علي، يعني إذا كنت عوايني للفرنسيين والزعيم عفى عنك وخلاك تفتح قهوة بتركب على كتافنا؟ أبو شاكر، أول شيء أنت مانك ابن الحارة لتحكي هيك حكي، بعدين أنا ما كنت عوايني سيد راسي، أنا كنت عبد مأمور، بعدين أنا استسمحت أهل حارتي كلهم وهني عفوا عني. أخي بمعيتك الضفر ما بيطلع من اللحم، أنت براني، بمعيتك أحلق من هون ولا عندي شيء عندي. لا تأخذنا، هاتم بوسيدة، أخطأنا ومنك السماح منيح. إيه شو عليه، شو بدنا نقول لك لنقول لك؟ زينو أفندي. نعم أبو شاكر. ممكن تساوي لي كاسة شاي بطعمة؟ مو كاسة شاي بلا طعمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حرك أنت وياه. شو اسمك انت؟ عبد الرحمن درويش. نمر محلك. انت شو اسمك؟ محمد رمضان. نمر، وين ابو طالب العنواتي؟ نعم. تحرك! تحرك معنا! وحدوا الله يا جماعة الخير، علامكم! انت انتهي شغلك! لا تطلع! تحرك! يلا تحرك! لا تحرك! قوم ابو طالب قوم! يلا! تحرك! عمي بتسلم لي على معلمك وبتقول له السبت الجاي بتكون طلبيه عنده. صار عمي بالهول، بس ما قلت لي خير. بيقول لك معلمي بيبعت حرمه بكره ولا لا؟ لا عمي لا، قول له لمعلمك طلال بيجي لعندك لاني مشغول كثير بهالفتره. ماشي يا عمي طلال. يلا سلام. السلام عليكم. الله معك. مدافع منافع البلدان، مدافع منافع البلدان، اسفل وقلبه ابدا غير البلدان. سهره بلديه سهره بتقلل الطبخ. وبعدين بهالسيره يا امة محمد، لك وبعدين السيرة طلعت ايدها شيء؟ على نافوخي يا جماعة، على طرة نافوخي مستكة وبتكون طلباتكم كلها جاهزة. صباح الخيرات. بدي المدافع والمنافع، بدي المدافع والمنافع. شو عم تاكل؟ شو عم تشرب؟ حتى دائما شباب يعني. لازم يظهروا عليك. أفضل أفضل. عمي الرحمن شد شد. مدافع منافع. شد. الله حيو عمي محمود. زينو زينو. ايوه ايوه. تعال هلا. على عيني على عيني. صباح افندي. الله حيو سمبول. الله حيو. وردي. لك كم مره انا لك جيب حدا يساعدك ويشيل عنك كتف؟ ايه ايه صباح افندي ايه. عم افكر فيها. بكي. يا صباح افندي، يعني القصه مو سهله، بلا حسابات، يعني الشغله مو هيك. مو على اساس من اول ما فتحت القهوه وانت عم تفكر؟ يا صباح افندي،
سلامة معرفتك. الشغيل بده أجاره. شو الحكي؟ يعني بدك واحد يجي يشتغل عندك ببلاش؟ لا مو ببلاش، بس يعني. لك شو يعني ما يعني؟ لك افهم واسمع كلام صباح أفندي وجيب شغيل عينك. العمى بيلبق العمى. أبو شاكر أنت خليك بشغلك ولا تتدخل بيني وبين صباح أفندي. شلون يعني ما أتدخل بينك وبين صباح أفندي؟ كمان أنا زبون. يخرب بيت قلبك، شو منشع وكعتون. أبو شاكر قلتلك بيني وبين صباح أفندي لا تتدخل وخليك بشغلك بمعيتك. شلون بدي ضل بشغلي وبمعيتي واللي عم يصير مع صباح أفندي عم يصير معي؟ مو أنا زبون مثله. أخي الله غنانا عنك وعن رزقتك، بمعيتك لا عاد تطلب من عندي لأنه ما بدي أعطيك أبو شاكر. لأنه على كيفك الشغلة، لأنه القهوة ملكك وملك أبوك، هاي القهوة ملك الحارة كلياتها، فهمت ولا ما فهمت؟ لا سيدي ما فهمت، القهوة ملكي وما عدي أعطيك. ضحكتني والله، على كيف كيفك الأمور. لا زعلتني. لك على نصتك أنت وياه؟ روح جيب لي كاسة الشاي بسرعة قبل ما يطلع خلقي. لا كله اللي يطلع خلقك صباح أفندي. يلا. ما بدك يا عم شاكر، ليش ما يعذبني اياه انا وياك سوا على قهوه سوا؟ والله ما بتوصل معك الشاي. هدايا 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 للحبايب. والله صار ماري على السيره سنين وايام، لهلا ما حدا عرف يقنعنا البنت. ايه يعني انت شو بدك بهالقصه؟ ما بدي شيء، بس حاجتها يا بدر الدين، والله حاجتها. ايه بس كمان اللي صار مع المستورة يا حسن ما له قليل. ابنه قليل ولا كتير؟ ما كل الخلايا قدريت انه البنت طاهرة وبرية. ايه اكيد برية مغصن على الراس اللي بيقول ايه واللي بيقول لا. ما اختلفنا، بس بكرة البنت بتكبر وما عاد حدا يدق باب بيت اهلها. وانت شو جاب هالموضوع على بالك؟ مبارحة اجت حرمة لعند الوالدة مشان تكشف. ايه ومن سيرة لسيرة جابوا سيرة المستورة. وشو صار؟ وبعدين أنا بيهمني أمرا للمستورة. وليش بقى بيهمك أمرا؟ شو ليش بقى؟ أول باشتان لأنه بتضل بنت حارتنا وشعرة من شواربنا، وتانيا بتضل بنت زعيمنا وتاج راسنا أبو طالب. شو بقى؟ يلا لا يحرمني أبو شوكات. الله يسلمك. استبقينا أبو شوكات. أنا والله يا أبو لمعي لو الشغلة علي أنا أحب على قلبي، بس مثل ما بتعرف والكل بيعرف ما في حرمة بهالحارة إلا حاولت مع المخلوة، بس بدون فايدة. لك يا أخي هذا الحكي كلياتنا بنعرفه، بس بمعيتك بدنا نحلها للسيرة. خلص بنستنى الزعيم ليرجع من بيت الله الحرام بالسلامة وساعتها بيحلها الحلال. إيه مو غلط، بس هذا الحكي مو أنا اللي قلته، مشان نتفق من هلأ على السيرة برجعة الزعيم. اتفقنا. وأنا رح شوف العضوات والجهاء وشوف كيف بدنا نحل الموضوع. على بركة الله يا سيدي. الله لا يحرمني أبو شوكات. الله يسلمك. لا تقلي مو ريانة البندورة، ريانة ونص. ريانة ونص؟ ايه وانت ما حتبطل العادة هاي؟ انو عادة؟ هاي عادة تمد ايد على الخضرة هاي والرزق رزق الغير واخذ ببلاش وعلى لهط، هذا شي ما بينوز. سجلها على حساب. اتخذ حساب. ناولني حبيبي ناولني. براس الاسبوع باهن. لا براسه ولا باساسه ما رح تدفع. هلا املي شغلة الحساب. اليوم جاهز؟ ان شاء الموضوع ايه جاهز ومنومس وعلى 24 قراط. لك يقبرني ربك شو بتفهم. يلا لا يعيدنا إلك. أكل نصه ولا لا يعيدنا؟ زينو؟ يا زينو؟ إيه إيه يلا جاي. خير أبو لمعي؟ الله يرضى عليك. الحقني بكاستين شاي أكرك عجم، واحدة إلي واحدة لأبو الفوز. لك مو من نص ساعة جبت لك كاستين شاي، إلك واحدة ولا أبو شوكت واحدة؟ وهلا خرمنا على كاسة شاي، شو كفرنا؟ آه شو عم أحكي منغولي أنا؟ عم اقول لك الحقني بكاستين شاي مقروق، بدي اعدل مزاجي. ايه نسيبي ايه الحق معك، لانه انا ما عندي ولا مصيبه بالدنيا الا تعدل مجازك. على عيني تكرم عينك. تضرب شو طبل ابو الفوز؟ اهلين ابو لمعي. جهزت لي الطلبيه؟ إيه انت تاخرت ابو لمعي. لا تقول لي راح المعلق. لك اطولت، شو بدي ساوي لك؟ انا بعظمه لساني قلت لك شيله على جنب وبرد لك خبر. يا الهي ايش الشغله بدها استخاره؟ انت رحت من هون اجاني زبون وبعته يا من هون. الله يسامحك، وعدين المره اليوم نعشي يا مطجن. ايه اجل مطجن لبكره. قلت ايه. بدي اسالك سؤال. مين اخذ المعلق؟ ابو شاكر القشاش. بس وصلني حقي.
عم شاكر، ليش انت على طول عم تزعمني على المعلق؟ انا اللي عم زعمك على المعلق ولا انت اللي على طول ماشي بالعرض؟ انا ماشي بالعرض؟ ايه انت شلون انا عرف لي اياها؟ لما بتوسع البضاعة بدفع حقها مشان تطير الوسواس منها. ايه شو عليه؟ ايوه قوم خلينا نكفي شغلنا. قوم يا رب. حميد بسم الله يا رب. اهلين ببدر الدين. الزينة صارت على الباب. حياك عمي. لك ليك بدير بالك على الخان، خليني اطلع مع الشباب شان زين حالك. لا لا انت خليك هون بالخان وانا وحسن بنروح نظبط الزينة كلياتها. مو حلوة يا بدر الدين، هي الزينة كرامة لعمي، عمي ابو مرتي لازم يكون موجود. منت علينا. دير بالك على الخان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله معك. يا ترى شو قصده حسن بالحديث اللي دار بيناتنا بخصوص المستورة؟ تواخذيني اختي بهالكلمة. ايه بزمتي وبديني، بزمتي وبديني، ما كون محلك فلا بسمح لأبو طالب يروح على الحج قبل ما يلاقي حل لهالبنت. ايه والله طولت يا عمو. اذا عم تحكي انت وخالتي ام صابر بنفس السيرة يا ريت تتبدلوا، لانه داخل ايمنا. لا يا عمو ما عم نحكي عنك، عم نحكي عن حفلة استقبال ابوكي يوم اللي بده يرجع من الحج وعن عدد المداعي. لا خالتي عم نحكي عنك، ما هي صارت سيرة الكبير والصغير بالحارة. الله وكيلك يا أم صابر، يوم المونة عندي يوم جوزها واتطمن عليها مثلها مثل أخواتها. بس مثل ما لك شايفتيها ما عندي وراك براسها على قولة ما بدي ما بدي. وبيني وبينك خايف يزودها عليها تقوم تعمل بحالها شي كاينة، نكون بسيرة نصير بسيرة. يو وبعدين يعني مع السيرة يا أم طالب؟ خلصنا قصة ومرقت. ما هو روحت أبو طالب على الحج مشان يهدي باله من بعد ما مات طالب ولي على قامتي عليه، كان رح يفقد عقلاته إلا شوي. الله يرحم ترابه.
قولي على قامتي عليك يا حبيب عمري، يا ريتني انا ولا انت. طولي بالك ام طالب، وحدي الله. لا اله الا الله. حاصله ومشان صالحه لحتى يدعي له هو بالحج، عسى رب العالمين يهدي باله وتقبل تتجوز ونخلص بقى من هالسيره. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمني يا سيدنا. الحمد لله، شي بيطمن تمام. طمني انت عن تبرعات أهل الحارة. تفضل شوف الصندوق وبتعرف كل الأخبار. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شرف. كتر الله خيره، الحمد لله رب العالمين. يا سلام. والناس يا سيدنا ما عم يقصروا منوب. شو يقصروا ما يقصروا، هذا فرض واجب شيخ. ولسه الخير لقدام ولو؟ أنا بفتلتي مع لجان التبرعات أهل الشام ما قصروا بنوب. طبعا الناس لبعض البعض وقت المحن ولو؟ لك ما بدنا ننسى بشغلة التبرعات حفل استقبال الحجاج. لك شو ننسى وما ننسى، الكبار وصغار متجهزين وحاضرين ولو؟ شو وين الشباب؟ مو مبينين. الشباب راح يزينوا للزعيم، عقبال ان شاء الله ما منزين لك وقت بترجع من الحج. الله يكتب لي ويكتب لك يا صباح افندي. والآية ان شاء الله والجميع باذن الله تعالى. امين يا رب. شرف ابو الفوز. ها ذكرك ولا لساتك متذكر؟ لك شو تذكرني شيخي؟ الخواريف يلي وصيتني عليهم بالزريبة عم ينعلفوا. ايه؟ برافو عليك، والله طول عمرك زقرت وقبضاي. بدنا خدمة تحرس شيخنا. الله يسلمك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الشيخ بلال نورك. طمني. المختار أبو راشد رجع على المضافة؟ ايه سيدي وشحه عم يستناك. شرف. يلا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طمنا، شو الأخبار يا شيخ بلال؟ أهالي دمشق ما قصروا بالتبرعات بنوب، تفضل. يا الله، الله يعطيك العافية، بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ شو هاد؟ ما شاء الله كان. والأكياس كلها مليانة. إيه الحمد لله. كمان أهل الحارة ما قصروا يا شيخ بلال. هل اللي عم يبيع صيغة حرمته؟ واللي عم يبيع بعض حاجيات بيته وكله كرمال عيون اهلنا بالجزائر. اي والله انا شفت هالشي بعيوني. مو اهل الشام من يوم يومهم كرام وقت المحن يا شيخ بلال. الحمد لله. وبالنسبه لاستقبال الحجيج، هي رجعتي على الديوان بعد ما بلغت اعيان الحاره للاستقبال يا سيدنا. وانا بطريقي مرقت على امه ومشايخ الشام ودعيتهم لحتى يحضروا استقبال الحجاج. بالمعيه سيدنا، بدنا استقبال ما صار بتاريخ الحجيج الشامي. كرمال عيون ابو طالب، هذا الشيء بده يصير. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. يلا يا رب، بسم الله. ان شاء الله سخنه مثل النار. ذوقها. شرف مختار. تسلم عمي، تسلم. ان شاء الله صحتين والف هنا. شلون لقيتها؟ يسلم وديات. ضيفتنا القهوة، روح جيب لي صندوق التبرعات واعطيه لسيدنا الشيخ مشان يوصله لمكتب اللجان. يلا الله يرضى عليك. دراسة خلصيتها. هيك يلا الله يرضى عليك. كم مرة بدنا نقول لك بطنك لحلقك، اتركي من ايدك وفوتي ارتاحي جوا. شو صاير علي اختي؟ عم بشتغل على القاعد. تقبريني على القاعد ولا على الواقف؟ انت بشهرك ما بصير تتعبي حالك؟ اي والله ما بلاقيها حلوة بهيك مناسبة سعيدة ما عاونكم. يوه لك امي الله يرضى عليكي، والله نحن مكفين وموفين. لك خالتي اسمعي كلمة امك واختك وخليكي بحبلك. والله امي اذا بيصير لك شي كاينة ما منعود بنخلص من حلق جوزك. اي مات وعاش لحتى حبلتي. مزبوط. ولك خالتي اي ما شفناكي حبلة وحدا بيعرف حدا. شو نسيتي يا مو كم مرة حبلتي وطرحتي لحتى ثبت الحمل؟ خلص رح قوم. حاضر. ايه الله يرضى عليكي يا مو، الله يرضى عليكي. مم.
شو بدي اقول لك مال الشام، ما تنسي تعطيني تبرعات اهلنا بالجزائر اللي لميتيهم من جاراتي. اليكم بالمنطقه اعطيك اياها. لا 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 تقبريني، مو مشكله، خليكي مرتاحه باخذهم بعدين، بس يعني انا كنت بدي اطمن منك انك جمعتيهم. والله ما حدا قصر. ايه والله، وكمان مدرسات وطلاب مدرسه التجهيز ما حدا عم يقصر. الحمد لله. حاكمي على قلبي عم يقولوا اهلنا بالجزائر حالتهم بالويل. رح تفرج عليهم مثل ما الله بعدي اسمه فرج علينا، وطالعنا الفرنساوي من عندنا صاغرين وذليلين. الله يسمع منك يا رب. مريم شو كان بدي قلك؟ احكي احكي بسرعه، تقبريني عنا كثير شغل لسه. بعرف بعرف، مشان اختك صالحه كثير خايفه يصير لها شيء، كاينه كثير كتران الزن على راسها. ايه مو كل هالزن مشانها. ايه بس زايدينها، يعني نحن كلياتنا قلوبنا مقهوره عليها، بس هي مو هامه ولا على بالها. طيب معقوله لين راسها ولا بدها تضلها هيك ميبسته؟ والله انا هذا اللي شاغل بالي. وانا كمان. يعني امك وابوكي الله يطول بعمره مو دايمين لها. الله لا يسامح اللي كان السبب. ما بتجوز على الميت غير الرحمه، بس عند الله ما بيضيع شيء. يعني ليكم راد اغا ذبح ابنه بايده بس اخذ جزاته وشنق حاله. يعني كيف هان عليه يعمل فيها هيك؟ ما عرف انه حيعمل لها عقده كل حياتها؟ يا لطيف. والثانيه لمعات اخذت جزاتها كمان، يعني بعد ما هربت مسكوها وشنقوها. مين كان يقول هالمقوصه يطلع منها هيك؟ الغيرة والحسد يا مال الشام بيعملوا أكتر من هيك. طب ليكي المهم، ليش ما جبتي أم عبدو معك؟ والله كنا كتير تسلينا. محاكم هي لحالها، جوزة طلع مع جوزك على مصر. قلت لحالي خطاي بلا ما نتعبها معنا، بس إذا حابة هلا بنبعث لها مين ينادي لها. إيه إيه كتير بتضحك هالمرة. خلص ولا يهمك، هلا بنبعث لها خبر. وبتعرفي شو؟ منه بنخليها تحكي مع صالحة بالسهرة، بركي بتلين راسها شوي. ليش لا؟ ميمي مال الشام، جوزك بده يحكي معك كلمتين على بابا. قومي قومي تقبريني على مالك. اخ على مالك. وطالما صرت عندكم قلت لحالي بيجي بسألك. مبلغ حريم الحاج يوسف سبيني يجوا مشان الطلبه، لانه اليوم رد بعت لي اجيره. خليها ليرجع ابي بالسلامه، لوقتها بيحل الحلال. انت هيك قلتي؟ اي نعم. طيب الله يرضى عليكي مال الشام، عجلونا شوي بالاكل لانه الشباب فرطت وهي عم تزين الحاره. هلا لك ساعة عم تقول نادوا لي مال الشام ونادوا لي مال الشام، صرعت الدنيا. آخر شي طلع مشان الأكل طلال أفندي. شو ها؟ يعني قلت لحالي اشتقت لي، اشتقت لحاتم مثلا لا سمح الله. يشهد علي ربي يا مال الشام، مشتاق لك شو؟ ما بتغطي بحار ولا بتطول وجبال، بس هلا مو وقت الغرام والعشق، ملهيين بهالحارة مشان الزينة، مشان رجعت عمي أبو طالب من الحج. إذا هيك معلش. لك ان شاء الله بيقبرني هالوش الملائكي. ان شاء الله يا رب، عقبال ما اشوفك راجع من الحج انت يا روح قلبي. صحبة انا وياك وحتومه يا رب. الله كريم يا قلبي، الله كريم. لا اله الا الله. محمد رسول الله. بدك شيء؟ الله معك. هدي هالسلم ابو لمعي، هدي هالسلم مثل العالم والناس، احسن ما اصلت بنطولي والرمل المسوره اختك شبك. يا كامشو كامشو شبك مثل القلعه مثبت لك يا حاجه تقول لي كامشو ومثبته ومبطخه، مو شايفه عم بيهز تحتي مثل انا الاس شبك ابو لمعي؟ لك السلم ما في شيء، انت اللي عم ترقص. ايه لا سيدي، السلم اللي عم يرقص مو انا اللي عم برقص. لا سيدي انت اللي عم ترقص، مالك شايف حالك مثل الطنبر اللي قاعد من ورا. اوه علينا
فضونا السيره بقى ورجعوا لشغلكم. نعرف نشتغل العمى بيدكم العمى. لك انتم ما بتعرفوا تشتغلوا من دون ايلوان، خلصونا بقى. لك هدي هالسلم مثل علم والناس ابو ربعي هدي. لك شلشتني زين لقلك، انا بدي دق المسمار زين لقلك. يا سيدي من الاول عوض ما تقلها كش اضربها وكسر لها اجرها، اطلع وريحني من هالرعبات. تعال لك يخرب بيت سلفك شفت العين زين، حاطط لك سلم مثل القلعه. مثل القلعه اطلع. طلع جريب. إذا أنت بنفور شو بدي أعمل لك؟ طلع. هدي هدي هدي. هدي. لك هذا عم يرقص. مسك هاي الشاكوش. لك وين؟ لك بشومتك بالشاكوش. عم مسك. لك مسك. لك كامشو. لك وين لك كامشو؟ لك كامشو. لك حبيتك من قبلك. يا رحتي 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 يا الله يوفقك يا مشاكر. الله يبعدك عنك يا ابن ابي رحمتي. صلوا على النبي. يخرب بيتك شو بتنهك في النسوان. السجن الجديدة فوقي لجوا. لا لا انتي انا بعرف شو بدي. ابري فوتي عادي هون وقت تتحركي. اذا سمحتي أمر. ممكن أعرف شو اسمي؟ شو بدك بياسمين؟ ولا شيء. حول ولا قوة إلا بالله. سكينة، اسمي سكينة. تشرفي. الله يخليك. بس غيره. تقدري تجيبي لي أكل؟ أي شيء. بسيطة. ليك يمكن لعيتي بهالحكي ما سمعته. على لسطك. بس سؤال اخر سؤال. ولا شيء خلص. ولا شيء. معناتها بتنقبري تفكري شو بدك تلعي وبعدين بتتفلسفي فهماني؟ ولا حرف على نصك اياك يطلع صوتك. ها ببرك بايدي. جبت لكم الخضره والفاكهه مشان هالمناسبه السعيده اختي. ايه الله يسلم دياتك. خلص حطهم عندك، نحن بنزقهم لجوا. تكرم عيوني. من بعد اذنك اذا بتروح بتنادي لي لخالتي وعبده مشان تيجي لعنا بدنا اياها ضروري. بخدامتك اختي. ايه خلص حطهم.
تمريني بشي تاني يا اختي؟ لا يسلموا ايديك. يلا السلام عليكم. الله معك. إذا سمحتي أمر خدي هاي. شو ها؟ ليرة ذهب. ومنشان شو هاي؟ مو مشان شي، بس باين عليكي بنت آدمية، وأنا الله عطيني كل شي من أكتر. الله عطيكي كل شيء من أكتر، وحسب ما فهمت إنه صار لك مدة بالسجن يا لمعات. لمعات المحتسب. تشرفنا يا خانم. أنا قبل ما أفوت على السجن كان عندي مال كانات كتير، وكان عندي دكاكين وبيوت، يعني أكيد ماني ولدانة بالسجن. بس يا خانم. لا بس ولا شيء. إذا احتجتي أي شيء لا تستحي، لأنه أنا أيامي معدودة ورح انتقل لرحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما عندك أولاد؟ بل عندي، بس ما بعرف عنهم شيء. الله يسلمهم. طيب وأهلك وينهم؟ الله يرحمهم. تعيشي الله يرحمهم. طيب يعني جوزك؟ جوزي كمان ما بعرف عنه شيء. مشان هيك أنا ناوي أوزع كل شيء بملكه للمحتاجين والفقراء قبل ما ينفذوا حكم الإعدام فيني. إن شاء الله خير. إذا سمحتي شو اسمك؟ ما قلنا لك سكينة يا خانو. بقدر أعتمد عليك بخدمة صغيرة؟ وشو بدك؟ لعيونك. هون بالسجن؟ لا برات السجن. احكي بسرعة. انت متجوزة؟ اي نعم. وعندك اولاد؟ الله ما طعمني. وقديه صار لك متجوزة؟ والله ما بعرف، يعني شي 12 سنة. وليش تاركي حالك بدون اولاد؟ ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والله يا خانم ما خلينا وسيلة تعتب علينا. يا ستي أنا رح ساعدك بموضوع الخلفة. بصلاة محمد؟ إيه. ورح أبعدك لعند معارفي على بيروت يعالجوكي ويعالجو جوزك. الله يديمك، الله يديمك ويفك أسرك يا حق. مرحبا بعداد. عليك الشباب. أهلين يا ابني، مين أنت؟ أنا حسن شغيل الخان خالتي أم عبده. خير يا ابني؟ بتسلم عليك بنت الزعيم أبو طالب، بتقلك شرفي لعندهم على السريع إذا بتريدي. بس الوقت متأخر. أنا قالولي بلغك يا خالتي أم عبده. صاير شي لا سمح الله؟ لا الحمد لله كل شي من أحسن والله. إيوه معناتها هي بدها تنام عند أهلها ودياني نام عندهم مش أما أبقى لحالي. الله أعلم يا خالتي. معناتها استناني شوي حتى لف ملايتي علي مشان ما أمشي لحالي بالليل. بأمرك خالتي. تكي ما تقول إلا رجعت. خدي وقتك خالتي. كمان أنت يا خالتي جوزك زودها كتير كتير، بيقول رايح على مصر شهر شهرين وبيغف هديك الغطة. مزبوط كلام خالتي أم صابر. إيه والله الشغلة مو على كيف، وهيك طالبين منه بقيادة الجيش. أختي أم صابر الزلمة من يوم ما تجوزها لمريم وهو شايلها على كفوف الراحات، يعني نحن نحكي هيك ونحكي هيك. إيه مريم تقبر قلبي من يوم يومها خانم ومخنمة وبنت زعامات وخوانم، مين ما بده ياخذها بده يشيلها على كفوف الراحات. قلت لها هلا على قولته
شاء الله آخر السنة بتخلص دورته وبيرجع بيستقر هون. يا ريت، لأنه فقعت مرارتي أنا الثانية من قصة السفر القابر حاله. شنو كمان ابني محمد هلكني بقصة السفر، قلبني على نصي، بيقول رايح يجيب عروسته ويرجع يقعد ويتركن هون، بيرجع بدونه. قلت له يا ابني تعال أخطب لك وجوزك وتركن هون وبلاها شنطتك كل ساعة والثانية، أبدا ما بده غير المصرية وحلا يا حلال. قولي على قامتي عليه، الله يهدي باله. إلهي إلهي سيدي ومولاي، تقطع مياته من مصر وتشربه ياهن هون بالشام بجاه كل مين إله جاه. آمين. أكيد هي خالتي أم عبدو. ليش ميمي أنت بعدتي وراها؟ إيه بعدت لها خبر مع حسن، خطي بلا ما تضل لحالها بالبيت، لأنه اليوم ناوي ينام عندكم إذا ما فيها مانع. أيوة بقلبي وعيوني يا ميت أهلين وسهلين. بعدين قلت لحالي بركي منخليها تحكي مع صالحة، بركي بتتلحلح شوي. ايه والله ايه 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 شو عادي ايه. بدنا نحاول كلياتنا مع اختي صالحة، حكي ما بنعرف على يد مين بتلين. ايه ميمي ايه شو علي؟ الله يهدي بالها يا رب. امين الله يسمع منك يا حق. انصاص الليالي ولا يعني خايفين حدا يخطفكم وما في اخت رجال بيناتكم؟ لك ان شاء الله بتمشي قلبي انت وحكياتك شو مسخني. خلي لي اياكي والله يتمم فرحتكم على خير. اوهو يا دار العز يا دار، اوهو ويا عالي يا جبار، اوهو ورجعنا حجاج بيت الله بالسلامه، اوهو واولهم ابو طالب كبير الدار. الله يسلم هالفم يا حق. راجعة لعندكم دقيقة واحدة بس. لا تهربي من الشغل. خدي راحتك تقبرين، خدي راحتك. لك يسعد لي هالمسا الحلو إلى أهلي. لك يا ميت أهلا وسهلا. والله اشتقت لك. شو هاد؟ شو هاد؟ لك شو طابخة ورجيني؟ يا سلام لك شو الريحه الزكيه هي. ما في شيء من واجبك يا خالتي. بدك الصراحه يا خالتي يا صالحه؟ تفضلي خالتي. لك انا قد ما رحت وقد ما اجيت وقد ما اكلت عند العالم ما بدو اطيب من طبخاتك. طيب للطيب يا خالتي. ولك نياله نياله اللي بده يحظ فيك ويدوق من طبخاتك. انا مو 100 مره صرت قايله لحد اجيب لي سيره الجواز. لحمه شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحة سلم أحباب القلب. لا لا ولا لا يا بلا لا ذهب والغاء. الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والغاء. لا بعيدا ولا توب
فكاني بغلا العيون طهر وصل اطرابا يوم المحن من صوم الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابا يوم المحن من صوم لنها بالعدا ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى الا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى من ده نقول الله يا ما شكت روحي يا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده الك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم علي